حامد من العراق، تفضل. الو، اي نعم، تفضل استاذ حامد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اشكرك حبيبي. انا عندي سؤال لحضره الشيخ رسول الله صلى الله عليه واله، يقول: يا علي، انت مني بمنزله هارون بن موسى، الا انه لا نبي من بعدي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه، ما قال لا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، قال علي. طيب، وهو وصي رسول رب العالمين، اتذكرون الحقائق؟ اقروا في كتبكم، هاي كلها بكتبكم. حاضر استاذ حامد، اسمع اسمع استاذ حامد، لا 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 تنفعل، وإنما هذه قضايا علمية وفكرية. هذه يعني يتعامل معها بالمنهج العلمي والحوار الهادئ، وليس بالانفعال. طيب، أنا الآن أقول لك، إذا أردنا أن نعرف منزلته، إذا أردنا أن نعرف، فكر فقط، فكر في القضية. إذا أردنا أن نعرف منزلة هارون من موسى، أنه ما هي منزلة هارون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني منزلتك معي كمنزلة هارون من موسى. طيب، حتى نعرف ما هي هذه المنزلة لابد أن نعرف منزلة هارون من موسى. إذا رجعنا إلى القرآن، القرآن بيّن لنا ما هي منزلة هارون من موسى. منزلته قال له، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. منزلة هارون من موسى أنه كان وزيرا لموسى في حياته وليس بعد مماته، كان وزيرا لموسى في حياته. هارون، اسمح لي، هارون مات قبل موسى، للعلم. هارون وفاته قبل وفاة موسى. فهنا القرآن الكريم بيّن منزلة هارون من موسى، وهي أن هارون وزير لموسى. طيب، إذا طبقنا هذه المنزلة على هذا الحديث الشريف، فستكون المنزلة، أو يكون مضمون الحديث، هو أن منزلة علي رضي الله عنه من النبي أنه وزير للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا لا أحد ينكر ذلك. أهل السنة يقرون بأن عليا رضي الله عنه كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فأي دلالة لهذا الحديث على الإمامة أو على الخلافة؟ حينما أجعلك وزيرا لي ما دمت حيا، في حياتي أجعلك وزيرا لي، هل هذا معناه أني نصبتك خليفة على الناس من بعدي؟ ليس فيه هذه الدلالة. ولهذا نحن نقول يا أخي، لابد من قيام البينة، كما أقام القرآن البينة على مفردات العقيدة، سواء على التوحيد، على النبوة، على المعاد، اليوم الآخر، على ضرورة الإيمان بالرسل والكتب، على مرجعية الكتاب والسنة، على ختم النبوة، على أن الرسالة قد اكتمل بلاغها. كل هذه المفردات أقام القرآن الكريم عليها البينة الواضحة التي لا تقبل اللبس والجدل. لكننا لم نجد في الأسس التي قام عليها التشيع المذهبي ما أقيمت عليه البينة بمعنى الحجة الدامغة التي تقطع النزاع ولا يختلف فيها اثنان في فهمها، يعني، ولا يختلفون من حيث التمرد، ربما يعاند ويتمرد على البينة، كما ذكر القرآن الكريم: أولئك الذين جاءتهم البينات ولكن رفضوا البينات وفرحوا بما جاءهم من العلم، قالوا: نحن لدينا علم ولا نحتاج إلى هذه البينات. نحن نتكلم عن البينة التي لا يختلف في فهمها اثنان، لأنها على مستوى من الوضوح والانكشاف، على مستوى تام مطلق من الوضوح والانكشاف، بحيث لا يوجد لبس
ولا يوجد غبش في الرؤية هكذا.